السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك. نعم. ها. ما عندنا شيء. مليون. كم باقي لنا؟ باقي 45,000 وادخل. ما شاء الله تبارك الله. هذا الفيديو طيب. هذا الفيديو. لحظة. هذا الفيديو بإذن الله بندخل. متى بندخل؟ متى بننزل المقطع؟ بعد يومين ثلاث أيام. اسمعني. خلينا نحتفل برايت تكون على المسرح. تبغى المليونين؟ إيه. أنت بالمليونين. هم يبون منك سحب على البلاي ستيشن. تمين ثلاثة بلاي ستيشن حياكم الله. شروط: تشترك وتحط حسابك في الكومنتات بس عشان يقدر يتواصل معك بشكل اسهل. ولا عزيزي المشاهد اعطني ثواني من وقتك، انا ادري انك تعاني من اللاك وثقل داخل اللعبه صح؟ الحل عندي وأنا ولد مشواح. أسرع فايبر في المملكة وأقل لاج في المملكة وأفضل تجربة جيمينج في المملكة. شركة سلام تقدم لك راوتر خاص للجيمينج، يعني ما في لا تقطيع ولا لاج، صفر. أنتو لعبك يعطيك أفضل تجربة لعب. فورتنايت وروكت ليج وفيفا برضو كود، يعني مضبطينكم جميع الألعاب. طيب يا رايد كيف وشلون؟ طيب كيف نسويها؟ الطريقة جدا بسيطة، كل اللي عليك إنك تشترك في باقة اللاعبين. ممتاز ممتاز، وتستفيد خصم على الباقة لمدة 4 شهور. حسبنا خلصنا؟ لا والله، زائد اشتراك مجاني باليوتيوب، يعني مضبطينكم بعد حتى باليوتيوب. برضو دعم خاص لخدمة العملاء للمشتركين في باقة الألعاب، يعني عندك خدمة عملاء على طول يردون عليك ويضبطونك. عندي مشكلة امسك، هذا الحل. واستخدم هذا الرابط يا جماعة الخير بحط لكم بالوصف عشان يشملك العرض. ممتاز ممتاز، في فايبر وفي سلام. خليكم على المقطع. حياكم الله مجلس رايد. كم رقم؟ اي رقم؟ رقم 5 ولا 6؟ هو 7 اتوقع. 7 يمكن 7 يمكن. ما شاء الله. لا والله 7. طيب شوف شوفوا يا خمد رايد حلي نادر جامد. لا لا والله مو نادر، مميز يا اخي. مجلس رايد من سنتين ونص الان صامت الى الان 7 حلقات بس والله. وعلمكم ايش اللي ميزه عني؟ هذه ثاني مره زين. انا اول مره اطلع في قناه رايد كامله والله العظيم. طبعا يا جماعه حماده وحماده وصليح عندهم قنوات باليوتيوب. عندك وانها صغيره مره ومي كبيره. ايوه صغيره مدلعه ترى. ما احسها صغيره بالنسبه للاوتيل، لان احنا نروح نطلع من الاوتيل نروح للدوم. لا صغيره ترى برضه مو مره كبيره. ايش سوى الرياض؟ الرياض لا الرياض اخضر. الرياض كبيره. الرياض كبيره. ايوه الرياض كبيره. ها مانشستر والله مو بحايل. ديره صغيره يا اكبر. احس انها صغيره مره. ليش؟ لان ساكنين فندق مكتوم صح وغيره. طلعتنا نروح مكان واحد نرجع، نروح مكان واحد نرجع. لا تبين السفره خايسه مره. السفره جامده. مانشستر السفره حلوه بالجروب. 10 على 10 والله الجروب. اوروبا انا اتكلم عن نفسي ما عجبتني. لا ترى بريطانيا مو معلمكم. رايه ويحترم. طيب معلمكم انا اقول لكم ليش. اوروبا عباره عن هومليس، ناس بالشارع. الهومليس عندهم هذول المساكين وكلهم تعطوهم مخدرات. الحمد لله الذي عافانا. اي والله 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 والله. ريحه. الشيء الثاني اسواق كافيهات، هذه مو جوي. صح. طيب انا علمك يوم سافرت اندونيسيا سافرت تايلاند سافرت حديقه المائيه، بكره بروح اكبر ملاهي بالعالم، اللي بعده بروح حديقه الحيوانات، اللي بعده في تداول. هنا ما في احقاق الحق. رحنا ملاهي حقت بريطانيا، افضل ملاهي حقت بلاك بول حلوه. كانت ابن حكايه صرصر. الله ما بيك بول. لا بس حلوه يعني. انت ما جربت مانشستر؟ اي حبه خلونا مانشستر. الاباء الاثنين جالسين. اي ما انا نلعب. اكيد احنا مستانس. انت ما تستهزئ. طيب بالعملات. طيب اسمع انا اشوف ان اوروبا اجواء فقط.
صح حلو صح صح, صح. هذا شيء طبيعه خضار ودنيا ايوه 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 انا صراحه اللي يناسبني باوروبا والاشياء دي احب اشوف ثقافتهم يا عيال صح احب اشوف الاشخاص واحد حمر شوف ايش يسوي يروح يشتري زي كذا هذا جوي ولكن الافضل صدق اندونيسيا يا عيال شيء في جداول يعني مو طبيعي طيب انا بالنسبه لي ترى مو بقصوره مو بقصوره يعني في اوروبا ده اندونيسيا افضل لكن تجربة مانشستر عشانكم انتم ايوه 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 صراحه حلوه طيب عادي اتكلم بقول شيء تدرون يا اخوان اول سفره لي في اوروبا كانت معكم وتدري اول مره سافرت برا الخليج اوروبا حياك الله اقسم بالله العظيم انها افضل سفره ترى سافرتها والله جامده والله تاريخيه والله طبعا رحنا بعدها بلاكبول وليفربول نعم طبعا ليفربول ومانشستر كله شيء حلو مره كلها خليجيين نعم السعوديه سلموا العلاقه ليفربول كان زحم يا ابوي مشاوي شاورما رز ملمر كنافه احلى يا عيال ولا في السعوديه كلها سعوديين خليجيين كويتيين كلها كلها كذا حتى افضل مكان بس ليفربول كانك رايح الحوطه وادي الدواس وكذا لا 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 شوف المقارنه شوي غريبه شوي يعني هي صح لا ممكن ودف دف وادي الدواس عشان ما يغلط على الحوطه مكبول حلوه والله افضل مكان رحتوه طيب يعني في مشكله هذا مكبول يا عبد مكبول احنا نمشي ما كنتوا تخافون تشوفون البيوت يا عيال في بيت تدخلون كذا قبل ما تدخل البيت تشوف شجرهم فيه تماثيل عنده ايه في ذاك ابو داني مداني قسم بالله تروع الساعه 6 ما عاد في احد ناظرونك انت وشو يا اخي ايش مشكله بريطانيا بالنسبه لي يا هي يسكرون بكر صح الساعه 7 مسكر الساعه 6 مسكر يا حبيبي احنا صاحيين ثنتين صادق سعد متعودين من الرياض الرياض احنا هنا سعد طبعا ليش كنا نصحى يا ابوي شمس ما تغرب اي والله الساعه كم تغرب 10 نصحى شمس وننام شمس 9 ونص 10 تو تغرب اكثر مصطلح استخدمه رايت في السفره اي سر شمس 4 ساعات ليل ما اقدر مخي مو رايت ليه نايم الساعه البيولوجيه ليه صاحي الساعه البيولوجيه استخدمها كثير بس صادق والله صادق فعلا هي مرضى شوي ولي قهر اجواءهم غريبه تطفي المكيف حر تشغل المكيف برد اي صادق هذا ايش في احنا عانينا من هذه احنا لما نجي نطلع احيانا لما لابس صيفي يا حال برد يجيك شمس طعم الحر اللوم اللوم ترى شمسهم قويه لاحظت فيه شمسهم حار حار تصقع مره مره وفي مشكله كبيره واجهناها في السفره اول يوم في مانشستر طبعا اودن كان في غرفه لحاله ورايد كان في غرفه لحاله انا وفواز وحمد في غرفه ايه عندي كلام كثير ما تقدر انا مشاكل مشاكل اصبر اصبر مجلس رايد لحظه ما نطلع فضول اصبر مجلس رايد وش رايد علمني وش مجلس رايد اقول ما بخاطري كل شيء اقول ما بخاطري شكرا اول يوم بسم الله الرحمن الرحيم جيت بنسدح نام فواز قبلنا في الصاله في الغرفه نمت انا وحمد انا فاتح الباب شوي قاعد اطقطق بالجوال شوي اسمع تعشيك واطلع انا اقول وش ذا ينفجر وش ذا اطلع منور فواز منقلب ليه تعبان والله سافر يوم سافر تعب مشيناها سكرت الباب قلت فواز عنده مشاكل الله 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 يشفيك يا فواز وادخل الغرفه توني برقد من اللي قام يشخر جنبي هذا شغل مطور حمد مو من عوايدي بس من التعب التعب بالله شغلتوني بالتعب لا لا صار قلت انا 7 الصبح اول يوم تقريبا 7 الصبح طيب انا متى صحيت 5 الفجر من منبهه اي انذار حرب انا نايم اي انا نايم اي انا نايم فجاه طوط طوط قمت انتفض التفت يمين يسار هذا نايم اي كذا نايم والله كذا ولا كان في منبه ما يقوم ابدا تبون نطلع الفضايح انا عندي ملاحظه على شخص حماده رجال ونعم كل شيء تقوله في الدنيا كل شيء تقول في الدنيا ابشر جيب ابشر سو ابشر ابشر كل شيء ما قصر فيه لكن جاب لنا طامه وش ما جاب الحبيب الغالي اوه طيب ايه انا ادري شيء الشطافه اكبر عقده دمان لا لا يا عيال بريطانيا وسخين ما عنده شطافه الله يكفي الله يكفي هذا انا اعترف ندخل مطاعم مره حلوه كل شيء ندخل دورة مياه اي ريحه ريحه هذه لها قصه طيب اول شيء هذه لها قصه ترى شطافات اخي انا وشو انا اصلا صحيت متاخر وربشه وصورنا مقطع نصليح وركض وكذا اخذت الشنطه وطلعت وناظرت شطافات قبل ما اطلع نظرت قلت لازم اخذها لفيت قفلت الباب طلعت
رحت المطار بدونها. يا اخي انسى نفسك ولا تنساها. مخي شوي يعني ما يجمع انا. يوم رحت دق علي صليح تشطفات ما نسيتها. قلت ايه يعطيك العافيه واقفل وادق على اوبر. تكفى جيب لي الاغراض. قلت تمام بجيب لك اياها. ولطع برا استناك وانتم جوا تصورون سنابات مستنسين انا تاكي كذا. يوم جابها واخذتها ودخلت قلت تعال تعال وش جايب؟ قلت شطفات. قال ممنوع. قلت شلون؟ قال هذه تشحنها مع الشنطه الكبيره مو شنطتك الصغيره. قلت طيب وش الحل؟ الله يعوض يعني بابا ساق علينا. وش هو؟ حماده يوم جينا يلا وش طلع؟ قال يا الله طلعوها من الشنطه. قال ما في. لا 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 شنطه الظهر اقصد. شنطه الظهر. انا سنت ما اي ما كنت ادري انها ما تنشحن الا بالكبيره. لو بالشحن خلوها. لو انها بالشنطه الشحن خلوها. بس هو قد شحن شنطته. ياب ياب قسما بالله تعذبنا. وين نروح؟ سامحوني يعني. حق الدش. البديل النادي ولا غرشه المويه كذا سكر صد. لا تسوي يا اخي طيب في شيء والله العظيم شيء انا حتى هنا نصحته محمد اودن يوم بدا ياكل معنا وياكل اكلنا نفسيته صارت سلم عليك شكرا. هي هذه نقطه مهمه نتكلم فيها شيء اول مره اقوله. انا كنت متخوف اني اسافر معك. اي والله كنت رايد اوكي بس من الاكل تصريح صدق انا صرح كنت رايد عادي وسافرت معك كنت متخوف عادي. صليح وحماد قلت ها يعني ممكن ارجع. انت كنت اكثر واحد خايف هم شيء لما ليه؟ انا كنت فجاه اتنفس. ايوه من اكله في السفر تاريخ تاريخ كل زين فاجئ. معلومه مهمه محمد اودن كان مكرين ماسك الجداول حق فنادق مسك كل شيء فوالله هذه نقطه. معلومه ترى رحنا في البدايه كنا ضايعين شوي. اللي رحنا قلنا نبي نسافر ولا رحنا هناك دبرنا امور. اقسم بالله في شيء ما يدرون عنه لولا الله محمد اودن ترى نص جداولنا ما كملت يكون بدري ترى عشوائيه. طبعا كلنا نتجاهل كثير دائما صرنا الجروب يرسل لنا جروبات كذا اشياء ترى هذه اماكن وين نروح تذبحني. ارسل جدول حق يوم كامل كل الفعاليات فيه شوي اقول يا ايش رايكم فواز يذب ذبه كذا ينزل يرسل مقطع ويا ضح ونسال من الكلب اذكرها بكره. اقول يا عيال هذا الجدول شكلكم ما شفتوه اوكي ممتاز جدول ممتاز. ندخل اول محل نخلص منه فواز يقول تعبت خلنا نرجع تدري متى يقول نرجع اذا كلا اول ما ياكل خلاص تخمع رجعني صدق. بس هناك ماشي ماشي مشينا كثير صح مره في شيء عادي اخي ما تمل من المشي صادق. انا هنا امشي اول ما رجعت خمس دقائق رايح مسجد يا الله تعبت هناك عادي امشي ساعتين عادي الجو اتوقع يساعد شوي ممكن والله الجو حلو ايه وتشوف اشياء جديده كذا قلعه فجأة مبنى قديم ايه قديم ابغى امشي زياده مبنى قديم والجو اذا جاك النسناس الهواء البارد ياهو يطرب ولا كانك في الصيف والله ما تبغى ترجع ما تبغى ترجع والله. في شيء احقاق الحق بلاك بول كانت خارقه. بلاك بول ايه انا كنت بسالك السؤال وش افضل مكان رحنا له من ناحيه المدينه لا وش افضل مدينه قصدك افضل مدينه رحناها وش بالنسبه لكم؟ انا بتكلم انا بلاك بول بلاك بول اكثر واحد استانس اي السائي بلاك بول كذا انا مرتاح نفسيا. ليفربول خرافي خرافي اكل زين صح الاكل افضل صح الاكل بلاك بول ايه بلاك بول الاسوء. عزيزي المشاهد اذا ضبط اكلك بالسفره ضبط نفسيتك بالاخير صح 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 اذا ضبط اكلك في اي وقت الاكل والنوم اهم شيء في الدنيا اتفق. بلاك بول قعدنا يومين متكروشين في الاكل لدرجه ان اول يوم يوم رحنا ندور اكل تذكر كل ما رحنا محل قال نوت حلال نوت حلال جا اودن قال عنديكم مطعم ايطالي ايش رايكم؟ قلنا يلا وندخل. اول ما قلنا السلام عليكم وش عندك؟ اصبر قبل ما دخلنا كلهم شبهم ذول ايوه صدق يوم سالنا رايد قال في شيء حلال؟ قلنا كلهم دحين خنزير قال حتى مارجريتا قال يعني ما عجبتني حبيت خنزير جنون جنون قسم بالله كل شيء علينا من ناحيه الاكل وصلنا ذاك الايراني اوه البرجر برجر يا عيال بوفيه والله بوفيه فتحت سالي سلبناه اصلا ثلاث ايام اتوقع بس الكباب حقه شينكو صادق الكباب لا 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 بعد لا ايه بقول سالفه انه وشي بلاك بول اول مره رحنا ايراني ما نعرف وش الاكل. انا جيت طلبت برجر وكباب رايد ايش قال؟ قال ابي كباب رايد ما هذه ما كنت موجود اه وجه احنا كنا شاهدين جلسنا
كلنا ناكل الكباب. انا كنت في دوره المياه، كنت في دوره الكرامه. اسمع، اكلنا الكباب ثلاثتنا كلها مو حلوه، قفلنا طلعنا البرجر ورايت احنا ناكل برجر عجبتها، حط شاورما اخذ البرجر استفدنا من كل حاجه. قول انا بيتكلم زيان ما عجبتني الكباب طعم بلاستيك. لا اللي بيتكلم ما تكلمنا ولا كلمه. انا جيت دخلت بسم الله الرحمن الرحيم، شفت الكباب كليت لقمه انتقل عجب، قلت بسم الله البرجر حقي اناظر مقرم ليش ولا الضوء تقول طب انا فقع قبلها انت جيت وفقع راح يرقد الحمد لله سلام بروح ارقد خليت نص والله مع اني جاي بس والله شكرا على اخلاقك اجعل عافيه ابو مشواح منبه صليح اللي في السفر اللي كان يعذبني هنا بعطي طي طي ما اقدر طبيت خلاص اي طفي الله يرضى. طيب عيال لحظه في شيء الناس ترى ما يدرون عنه اني انا غيرت قراري ما كنت بسافر معكم صادق او نقطه مهمه بالمطار حرفيا قبل متى انت تكلم انا ابغى اشوف عيال انا كان ما كان لي نيه اني اسافر كنت مشتي اجلس لحالي استكنان اذا هذا بدك مع العيال وكذا يوم هذا العيال اشوفهم بيسافروا ها بتسافر قلت لا لا ما بنسافر باقي على السفره 6 ساعات او 7 ساعات طبعا انا حاجز حاجز كل شيء اموري تمام ما لي خلق واطلع من الجروب وما شمسيتي تعبانه ما لي خلق يوم هذا دقعك من كلمني توقعنا يعني كلمني واحد طبعا ما شفته بالسفره للي قال لي مساعد فوز شيك يا اخي والله اني ما ودي اروح من سكن كذا مروق مسلسلات قال اسمع يا اخي روح لا تفوت السفره ترى والله هناك اجواء في بريطانيا اجواء حلوه وذا كنت من جدك انت قلت يا اخي انا مالي خلق ادفع دفعه فلوس قال فواز والله ما حتى اسوى بعدين كنت مجهز كل شيء كل شيء فيزا جواز والحجز الدنيا باقي لي بس الشنطه يوم هذا واكلم صليح واكلم كنت انا مع بعض اصلا انا وياك هاي عيال وش السالفه وين وش الخطه خلاص ما عليك تعال وهبة من الساعة 6 الصباح اخذت القرار الساعة 9 الصبح انا ضفيت شنطتي ضفيت اغراضي كلها وهبة مع العيال دخلت الجروب تلعب علينا يا الحول طبعا فواز يا اخوان دخل الجروب وطلع منه يمكن 6 مرات حرفيا غير رأي غير رأي شكرا القرار اللي اتخذته كان تاريخي لا لا رفع حليت السفرة هي وضعية الام يمشي اخر واحد يا الله يمشي طيب لا لا نظر عيال فهمت بس اجدي والله ما قصرت اداء تاريخي والله شكرا بس عيال شيء بقولهم اتوقع انكم ما فكرتوا تقولونه بس انا بقول محمد اودن ما قصر معنا حجز لنا كل شيء ولكن كلمه لكن تمسح ما قول حجز لنا شقه بدون مكيف مروحة مروحة شخص العيال يشوفون مراوح قديمة مسلسل الفرية مراوح قديمة حاجز كان يقول يا أخي كنا طيب أقول شيء كلهم عندهم مراوح إلا غرفتي جيت بمروحة طبعا أنا ما أعرف هو يترجم لي قلت قل لهم قال nothing ما في ما في خلصوا عندهم نمت عيال نومة أقسم بالله إني أسمع أنفسي ليفربول حر النورس أول مرة أسمع أنفسي النورس والنورس بغيت أموت غير يعني نورس هناك كل نورس كل وأنا أسوي كل ما أسمع صوت نوط ما أقدر نام أسمع صوت الله لي وفكك الله الله يا أخي يا أخي اسمع خلوا طبعاً وين كان في هذا أول يوم في ليفربول ترى كرهنا ليفربول وسبب أنت ما قصرت أنا رجل إذا فتح بوكينج يبحث عن أشياء منطقية حلو من الذين اللي يبحث هل في مكيف ولا لا منطقية يعني صح 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 والله واللي يثبت انا نفست عليكم ودبيت الدبه قلت عم اجواء صادق بعدها بيوم غير الفندق طبعا ترى عيال كنت شنطتي انا لا 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 سلام انا لازم انا ما اقدر اجلس هنا قلبوني تم ايوه قلبوني تم بس بعدها بعدها رحنا فندق اسطوري اي والله ثاني خالد جامد مكيف وشغل بس تسلم على الفندق هلا وسهلا لا كان اختياري صحيح ايوه 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 سلم سلم والله يا جماعه بريطانيا غالية انا من الاول اني انا نبغى الفندق ذا خويك راسلني في السناب ها خويك كان يدوس في الموضوع خويك في السناب ولا طيب يعني مو يعني خويك اللي يجيك من وين والله اني يعني سرك مقطوع في ليفربول يا كيد والله قول بس ما قصرت والله استمتعنا بالسفره لازم نعلمهم شيء غاليه
والله غاليه. اقسم بالله على البيبسي ذاك اليوم صار يطلع عندي رسائل بالريال قسما بالله. كولا صغير، في كولا كبير طول وجهي، في كولا صغير كم 22 ريال اقسم بالله. وجبه كامله دي عندي انا، وجبه كامله بيطلع عندك. المشاوي حسابنا ترى كان 800 900 على مشاوي، جنون والله غالي. 800 900 ريال ايه جنون 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 والله غالي. تقول 90 باوند كنت اقول مطعم الفاست فود الوردي تذكرونه ارتي 180 باوند كم 180 باوند 700 ريال 700 ريال برجر كلنا اي صح انه باوند بشوفه عشان كثير كثير. الرز ب 1100 ايش؟ 1100 رز. بس لا تقول الرز كذا عشان يحسون انه مره فاسقين، لا طلبنا كثير يعني. الهندي رز وإيدام الهندي. لا 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 اليمني 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 1100 والله الهندي غالي. الهندي هدي ايت انا بطاقتي بكت الهندي كم كم تقريبا تقريبا اذكر اذكر مره غالي. طبعا اذا ما تدرون الشباب رجعوا بعد بيرجع بيقول لكم سالفه. اول ما نزل راتبي قلت انت فت على العيال السفره على حسابي يوم واحد خلصت كذا. يا اخوان نزل راتبه حلو، نزل تو نازل قال لي عيال لازم امدد انا بقعد يوم زياده، تو ينزل راتبه ابغى استانس حلو من بكره يا عيال مشينا. ليه ليه حسابي فيه 200 ريال خلاص راتب كويس راتبي راتبي الحمد لله يعني كويس بس فجاه كذا طبعا احنا سبقناهم صار لي ظرف انا مره لازم امشي يا عيال شلون وانا ما اعرف اسال نفسي ما اعرف ديبان قال رايد ابد انا معك والله بالله والله انك والله تحسب لك وما تحسب لك تحسب لك الرايد ما تحسب لك انك تبغى تفتح حبيبي رايد لا لا ما يبغى يفتح والله قال انا لازم اروح معه عشان اوضح لك رايد وانا نايم تيجي تقول له كل شيء كويس قم ايش تبي يا نعم هذا ما ادري ايش هذا رايد جيني مستر تدري يا والله ما انسى الحركه يا اخي تدري ايش مشكلته انه يزحف بهم يعني بسم الله اشطفت قالت ايش تبي اكل يقول ابغى رز راح رجعت عرفت ثاني واحده اسالها ليش تاخرت وانا اجي اقول كل هذا ليش تاخرت تيجي تنفس علي تقول توني ما اصبر علي شوي ترفق علي اقول مو انا مترجم بس انا دخل الله اكبر قول لها والله قطيره ما ابي رز ومكرونه رز ومكرونه في الطيارة جابر علي باي جابر رز ومكرونه شو اسمه محمد باي دقيقه قال ابغى رز ومكرونه دبروا لي ما تحت الارض رز ومكرونه وصلت كلمه ما بيها ما عجبتني والله ما عجبتني اسمع ذي احلى الطياره بس بلاك بول كان كل واحد فينا عنده غرفه حلو هو رايد جنب غرفتي يجي ساعه كذا ثنتين ثلاث ما اقدر يرقد رايد يدق علي صليح اطلب من الفندق يوصلون لي باستا طبعا الفندق ما يتكلمون اي عربي ولا شيء ولا عربي ولا شيء اللي مثلي بيضيع يرسل لنا واتس يا اطلبوا لي انا سوي نفسي نايم ترى كلنا هو جالس على تيك توك مره يا عيال فرت من ناشف بياض جيعان ابغى موت سكوت واطلب قلت حماده اطلب لي بالله المطعم مفتوح قال ايه بالله اطلب لي 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة 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 ونص ساعتين ثلاث ساعة ما جاء شيء حماد قالوا اتصلت ما رد علي نعم خلاص مو جاي انا قلت بطلب له وجت في بالي بس نسيت بسرعة كذاب شيء مويه بس يا كيف شيء في بطل والله ما يدري الحمد لله في بطل معنا بالسفر بس ما سافر معنا طبعا هذا ما ينقال هذه مسكينه اوكي انت خلاص طيب عيال اسمعوا لا في نقطه بقولها ابغاك تفتح جروب السفره كم مره ذكر بالله اطلب من الوردي هذا طبعا الوردي ها مطعم اسمه ارتشر ارتشي ارتشي ايوه ارتشي لذيذ لذيذ حلال حلال اول ما شفنا انه حلال طلبنا طبعا متى اكتشفناه اول يوم في مانشستر كذا ندور مطاعم جاء حمد قال بطلب من ذا حسه حلو وطلب جاء اودن ويكثر الطلب حنا جواعه وما ادري ايش وزي كذا بوف ذوق لذيذ 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 لا والله لذيذ جامد يستنى حلال لكن بالسعر مو بحلال ابد والله غالي يا اخي غالي والله غالي والله كل مطاعمهم غاليه مره هي في شيء ترى في بريطانيا يخليك تصرف بدون ما تحس يقول لك خذ هذه بواحد باوند
الباوند الواحد كم؟ 5 مدري 6 ريال. 4 ونص تقريبا. 4 ونص صادق. فانت وشو يقول لك هذه ب 10 باوند الله رخيصه بوف 6 ريال دافع صادق. مع تحويل عمله مع تحويل عمله وشيء كذا يطلع يطلع شيء فلكي. والله في سؤال مهم يعني تفضل ليش ما رحنا لندن؟ هذا دائما نشقينا فيه ليش ما تروح لندن؟ هذا لازم نجاوب عليه يا سعد يا اخي. انا بعطيك اجابه عند رايد. اي انا علمك لندن امي قالت لي رايد هي شافت واحد ضربين واحد بالقطار مفجرين وجهه مصور كذا قالت رايد انتبه انتبه منهم هناك سكارى. ففعلا لندن وش يقولون اللي يروحون لندن؟ اسمع لا تلبس ساعه كسخه لا تلبس مدري وش وش الله عادي نروح بلبس لا والله بروح. في سبب ثاني في سبب بعيده ايوه بعيده حراميه في هناك وغاليه قالوا لنا دبل مانشستر دبل بريطانيا لندن حالها. شيء ثاني لازم نوضحه الناس كلها تنتقد الشعب البريطاني لندن يب. لكن حنا هالعينين انهم لا افضل ناس قابلتهم مانشستر ليفربول بلاك بول كذا محترمين شعب. وفي شيء مهم على الوقت كنا نسال الايراني مطعم الايراني ترى وصف لي واحد بريطاني كنا طالعين من مطعم شاورما يقول ايه كان حرام هو حرفيا كان حرام طلعنا منك وقفت الحين ناظرون محمد وين نروح ناكل اقول لهم والله ما لقيت ولا مطعم حلال فجاه احنا واقفين دخل علينا واحد قال تبون مطاعم حلال بريطاني مو مسلم ولا شيء كان اتذكر ترى في مطعم حلال قدام ونروح نلقى الايراني الطاجن هو اللي نورنا عليه ايوه ما كلمناه ولا سالناه ولا لا اي فايده ساعدنا بس نقص سالفه حلال ما حلال رهيبين والله انا رهيبين العيال هناك في لندن يصورون سنابات يصورون هواش احنا دائما نمشي ما في واو كلهم عسل والله عسل جدا والله عسل كويس حتى برضو نسال دائما الكاشير ذا يا اخي ودنا نروح لندن كيف تنصح قلنا ننصحك بلندن دائما في سرقات هناك في لندن ايش يقول لك لا تطلع في الليل ليفربول وبلاكبول مانشستر كلها اسال اوتيل اطلع يقول اطلع الليل عادي عادي الايراني الايراني يوم رحنا وياك تدري ايش قال قال انا لي هنا 25 سنه دايم اطلع في الليل وامشي الساعه 11 12 ولا مره قد تعرض لي شخص بس يجوني مثلا سكاره ولا شيء كذا يتكلم اسحب عليه وامشي ولا يجاني ولا 25 سنه ما لي يوم تضرر على انسرك في بلاكبول كذا ينصحون العالم لا حد يطلع بالليل لا هذا يطلع بالليل إيه شاكل سرقات وسكارة ضرب هذه لندن خط إيه لندن خوف شوي أمانة يعني حسيت إن لندن كل الناس رايحين لو لا وفي سبب سبب أخير إن العيال كانوا رايحين شغل ما كنا نبغى نعطلهم إيه ما نعطلهم عن الشغل إحنا رايحين نستأنس ونغير جو نتمشىهم لا رايحين شغل وحقاق الحق لازم أعترف بشيء أنا كنت أرى رائد في الكوميديا كذا بعد السفرة ترى هي نجم السفرة والله مو عشان قناتك رب الكعبة أنا بكل أمانة رائد لا تطلب منه اي شيء بس شو ضيفته تك وضحك وكله قبل اي لازم ياكل وكله جبنا الوردي اول ايه جبنا الوردي وعطى مكيف اقسم بالله ما في مكيف ما في ذا بيفصل عليه ايوه زي الاكل ما شفته ما علي من الضحك اول يوم بعد اول يوم انا مت وثاني يوم مت ثاني يوم ثاني يوم انا بعد لك ترى وياكل ويجلس يتربع ويبدا يعطيها بس اقولك شيء على طاري الاكل وش يخلي نفسي حلوه الاكل فعشان كذا انا بالموسم الحين اللي هو كاس العالم قاعد اقول اودن اودن كل عشان الجمهور يقابلك بشخصيه اودن الصديقه صح مو شخصيه اودن الجيعان ها صور والله لا لا كذا بس انها تاثر يعني قسم بالله ترى قال شيء مهم انت نفسيتك اذا سويت دايت خرا يا اخي ما في طاقه ادري مو نفسيه ما في طاقه ما نلومه ترى ما نلومه لا مشكله انا بديت اعذرك الحين يا اخي اول احيانا اقول اودن خمس دقائق يا سلام يجيك دقيقه تنفس طيب هيك متى تصحى انت واحده الليل الظهر واحدة الظهر ثنتين واحدة الليل الظهر ايش قاعد تقول ايش قاعد تقول واحدة الليل الظهر بالموسم الان قصدك الحين قصدك الحين 4 الفجر 4 العصر 4 العصر اصحى 10 الصباح واروح النادي واطلع من النادي الساعة 2 وش تبغاني شلون يكون عندي طاقة الساعة 12 يا اخي تروح النادي صدق عندك شغل يكرفك طول الوقت وانت واقف لا تروح بريك ابو ربيعة يا ولد الزبد كلام وشو ما له دخل عندك يا اخي بس قلنا الايام طيب طبعا يا جماعه الخير احنا الان في كاس العالم قاعدين نشوفكم نشوف الجمهور ويا مرحبا ويا مساء الان تحت في الوصف بحط لكم الرابط حق الحجز رابط خاص فيني احجزوا خلونا نشوفكم يا مرحبا ما ادري متى بيفتحوا ما بقى لي الا 60 الف على المليون و 6 يا جسم انا 45 بقى 60 اشتركوا بقناته يلا تستاهلون تستاهلون طبعا عيال الرابط رايد لسه ما بعد فتحته لكن بس خلوه محفوظ عندكم وقت ما يعلن لكم رايد على طول ترى يا عيال سريع سريع ترى المره الماضيه يوم
سولد اوت سولد اوت شهر كامل في يوم اي خلال 24 ساعه ما شاء الله الله يعطيكم العافيه ترى هم دائما يسالون يقولون ليش ما تنزل تذاكر ليش ما تنزل تذاكر ترى التذاكر تنزل يا اخوان كل فتره ينزل حق دفعه فانت خليك متابع مع حسابات الشباب وحسابات الفريق اول ما تنزل احجز على طول الحق عليهم هذه السفره تقريبا هذه السفره لا ودي اتكلم عن شيء في السفرة أيضا وش أفضل مكان جربته في السفرة؟ يمكن الملعب؟ يمكن موسف هو ملعب فيه ملعب يمكن فندق بلاك بول يشغل مسلسل أريكا اللي في ليفربول والله صدق أفضل شيء أفضل مكان رحنا له المطعم التركي أنا زدته الملاهي رايحين ناكل الملاهي الملاهي ندخل المطعم صح جدول طيب هذا الملاهي طيب الملاهي ترى هم الملاهي طيب هذول الاثنين جربوا شيء اسطوري لازم يتكلمون عنه خل ايه سحبتهم تعال معي غصبا عنك سحبتهم لعبة قطار قول لهم كيف القطار يا اخي القطار وش مشكله القطار يا اخي انت تجي تقول لي اركب شيء اسمع تراك ترقى فوق وتصير بعيد مره على الارض لو انفك العزام انت بتموت خلاص ترى هي هذا خواف هذا خواف والله بتموت بتموت وين وين بتروح وين بتروح تصير بلاط جنب رايد انا ده صعب ضرب عيالي صحيح حماده نشب لنا امشوا العبوا العبوا واحد يلعب معي اخي راحوا اثنين انا لحالي يا دخلنا انا ما اخاف عادي وفي مكانين جينا انا ايش كنت فواز كنت فواز خلنا ندخل انا وياك في مكانين حماده يدخل مع واحد ثاني هذا قال لا والله ما ارضى الا بقرعه طيب ولا ما لهم بقول لك اركبهم الاثنين جيت انا قلت يلا عادي بركب مع واحد ما اعرفه رحت نظرت واحد كذا ينظرني كذا يما لا ما هي ما يبتسم نظر فيه ايه بيمسك حزامك ايه ما يبتسم وما ينظر فيني يقول قلت ما راح اركب وارجع استناهم فهمت يوم جو امسك ضليع قلت والله تلعب برا ثانيه واركبه اركب جنبه اقول شيء انا وشو انت هو مخلص خلاص مخي وينه في الارض كذا وقفت كذا بطلع الحمد لله جذا قال توف يركب هذا تلعبني والله تلعبني جاني بريطاني قال لي انا شايفك بشوي كذا قال لا لا ما شفتك ولا ولا بس والله كانت تجربه والله انها تجربه حلوه والله قسم بالله انها بيب حلو تخوف والله تروح يب تخوف طعم مخي تحت والله العظيم كذا رجع هذا بدا والله العظيم عبد الله جامد ايش كيفك يعني والله انا مستحيل اركب مستحيل احلى شيء حق الرب ذاك حق الرب جامد 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 رايد اصلي اشكال اشكال غريبه تطلع لا 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 ملاحظ على رايد ركبنا اول لعبه حقت هاي ايوه مستحيل حقت تمشي واحد تمشي واحد كذا الله تمشي اثنين ايه تمشي تمشي اثنين نظركم ساعة يا رب يعني يطولون لين يدخلون لا وذاك صارخ انا ما احب العاب ترى اخاف بس يوم شفت الناس انها شفت تمشي شوي شوي قلت يا سلام يا سلام علمني قاعدة لعبة روحي بعدهم بعدها خلاص خلاص طفى طفى لا اقوى شيء لا لقيته لا لقى جيكيت في محلهم تاريخي ويجينا واحد اعوذ بالله من ريحته اول شيء يقول هذا اقوى جودة في العالم في بريطانيا جربه بالله صلى الله كتبشر وجربه واصعب الصحاب قل انقطع قاعد يناظر بنفكه نبي الرجال يفصل نشف فيه شوي اسمع فكه من فوق يطول ايه من فوق يطول مره تفضل ريحتك خايسه يا ابو ريحه والله يا مروه ما سالت شنو ولا لا عرفت خلاص روحتك الجوده واضحه غير انه ما يغسل شنطه رايد ايه اذكر ايه ترى هذه نقطه مهمه اقسم مهمة جدا لك في انا ماني سار زيكم والله لا في شيء صار لي انت ما تدري عنه وشو طيب قل موضوع الشنطه في البدايه الشنطه يا طويل العمر السلامه في واحد بريطاني بارد وجه ابو ريحه ما يغسل ما عنده شنطه اخذ شنطتي بدل شنطته نفس حلو؟ اللون كانت مو نفس اللون هو ابيض بس ما ادري ايش في عمل وان توقع فاخذ شنطتي يا جماعه بشنطتي يا انا ما اخذ شنطتين اخذت في الاساسيه هي اللي ضايعه والثانيه احتياطيه حط سروال لونه رصاصي سيت اخضر كذا وانتظر يا ولد والعيال طلعوا خلوني انا ما اعرف انجليزي ابلش شو اسوي بسم الله مكالمه اودن ترجم
تفضل. انا شو يقول؟ يقول كذا. طيب اسمع قول له كذا امسك. طبعا يقول هاوشه وانا هاوشه ويجي هاوشني. هنا انا اسمع يترجم لي هذا اقول له قول له كذا ويقول اه قال خذ ايميل يوم يومين ثلاث اربع خمس ست سبع لا اصبر يوم شفت ان الرجال قاعد يخربط اصبر بنرجعها خلها اسبوعين احب نرجع قبل لا توصل. جيت بسطه وادخل مع ايش؟ مع المخرج حق الخروج وادخل شفتوا البوابه اللي تفتح كذا ثم تسكر دخلت هو بوابه هنا بوابه هنا الناس تدخل وتروح دخلت وتتسكر البوابه الثنتين قدام وورا وتونو تونو السلام ثم القضايا ايه ويجي حقامي قال شبك هنا قلت له اخوي جوا قال ارجع قلت يا اخوي جوا ما عرفت اتكلم ارجع ممنوع تدخل ما ادري وشو يصير نافخ علي لخمت انا ارتعت ودورت ايش تقول؟ ايوه كمل اشاهد موضوع متى استلمتها؟ وانا راجع الرياض للاسف الرجعه لا قول لهم الشنطه الاساسيه احنا كم شنطتك الاساسيه اللي فيها الملابس الاساسيه مده سفرتنا كم بي بي 10 ايام احنا 10 ايام انت تكيت 8 ايوه 8 احنا كملنا يومين 8 ايام يا عيال تخيلوا بدون شنطه بدون شنطه طيب الملابس الثانيه نحتاج نكلمهم عن الفيلم يمكن نجي نرجعها الموت والله ترى ما ندري هذه ما ندري هذه جديده علينا احنا نمشي جهه جنون 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 ابد مو منطقي بسم الله دخلنا من انتم والله حنا الامن حق الشنط طيب تمام شنطتنا وين هي انتم وين جايين مع الطيران الفلاني تمام روح للطيران الفلاني روح للطيران الفلاني طبعا هي شلون نروح بسم الله قالوا اسمع في جسر من فوق رحنا مع الجسر وصلنا لنهايه الجسر خلاص بنفتح بندخل نقفل البوابه ليش صيانه يعني ايش افتح باب بدخل خلاص قدام الشركه بروح اخذ شنطتي والله ممنوع طيب وين نروح ارجع من البدايه وانزل ورحنا على الشارع هي بلس بشنطنا قاعدين نمشي يو طعم التعب عاد هم طويله ثيابهم طويله ايوه ايوه الموضوع ترى اخذ ساعتين ثلاث ساعات نسيت اكثر من سفره كامله ايه رجعنا ونزلنا وجينا مع تحت زين لا دقيقه يا مصلي عندنا يقول مقفل لقينا واحد قطري مسكين شايب بلشان ما يدري وين سفره لا ما يدري وين رحلته تعال معنا وامش معه ودى لذاك المكان الله يوفقه ان شاء الله نوصل بالسلامه ان شاء الله باذن الله ثم رحنا وصلنا ذا الشركه الحمد لله وين شنطتنا عند الامن اي امن حق الشرطه وين المبلغ والله لا يستقبلون يستقبلون تموت يستقبلون الله يستقبلون ماشي ورحنا ماشي وصلنا للمبنى الثالث ونتكي الين وصل قال شنطتكم قال لي قال اوكي وقع خذ الشنطه طيب ايش تمتربني عطني اياها من زمان مو مشكله ارجع للمبنى الاول اشحن الشنطه والحق ما خلصنا رجعنا للمبنى الاول شحننا الشنطه دخلنا التفتيش امس واحد مسوي ما ادري شو مسوي في مطار مانشستر يا ابو فدي ايه الاخبار ايه ومسوين تفتيش تفتيش قوي تفتيش استهبل طلعون بشنطة كلها طلعون لازم حتى الكبيرة كل شيء طلع شيء طلع ما يمكن ولا شيء بشنطة والله صدق زين عرق طلع عطر طلع شيء يكون عطرك يدخلون في جهاز اوكي تمام اللي طلع يمكن ساعة وصلنا بنموت المشكلة احنا حاجزين بزنس ففي لاونج بنروح نروح بنروح نصلي ما يمدينا الحق على الرحلة نركب ما في احنا رايحين قبلها ضربة جايين بدري جايين قبلها ضربة ساعات الا ساعات يا دوبك وصلنا نركب اسلم يوم ركبنا بنموت انا وياه لا تكلمني واكلم تعب نفسي خلاص انام على طول انام انام دز امه فوق هذا كله كان مريض اي والله تعبان مسخن بموت الحمد لله على السلامة طبعا هم اربع ساعات جالسين دور احنا جالسين هذا اكس لارج لا هذا شوف هذا حلو جرب 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 الملابس طبعا هاي ممكن تستغربون ما شاء الله صايرين تعرفون تكشخون الاوتلت ما هو طبيعي اي جامد والله تيشيرت اقوى براند في العالم هذا منهم 13 ريال انا ما رحت والله 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 هذا منهم اسعارهم رهيبه الاوتلت مو طبيعي مثلا فريد بيري ماركه الارض كم الجزمه؟ والله 70 ريال شلون يعني؟ صادق محل فريد بيري اصلي 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 كم ماخذ منه اخذت منه خمس تيشيرتات انا اخر يومين سخنت زي كذا ما رحت معه خمس تيشيرتات طلعت ممكن قيمة 900 ريال كذا صادق خمسه ايه وهي براند براند يعني براند انا ما اخذ براندات هناك تسوق حلو الصدق زحمه استانسنا والله مكان رهيب كان بعد بريطانيا كلها والله اسواقها حلوه جامده جامده والسفره 10 على 10 طيب تقييمكم لسفره مانشستر انا قيمتها انا قيمتها اوه 10 انا 20 من 10 لا مانشستر لا مانشستر مانشستر طب نفصل نفصلها ثم تقييم كامل مانشستر 6 من 10 بس احقاق الحق محل البيتزا يب بس جوه حلو جوه حلو لا انت قيم كل شيء
أنا أنا أمشي ستة. والله أنا كنت بقول نفس الشيء. سبعة ثمانية عجبتني والله. أوه حمد ستة من عشرة. أنا يا عيال أنا بقول. ترى تعرفون شيء خرب علينا ولا قطعك؟ إيه. الفندق بس. ولا ترى كنا. صادق. صح صادق. إيه مانشستر يا إخوان أنا ليه أنا بعطيها ثمانية ليه؟ لأني تعرف شعور أول مرة تدخل جديد. أيوة. فرقت معي مانشستر. عشان كذا مقيمينه فل اللي. مستانس مبسوط كذا رايح أمشي إيه أوه شارع أوه محلات. كل مكان خوف كوف هنا اسمع اسمع كل مكان موجود صح كل مكان هذا شارع وذا بس انت مبسوط 8 من 10 مانشستر صدق صدق انا وياك جدولي الصباح اول يوم اي اول يوم لازم نعلمه لازم نعلمه لعب عليه فواز وخلاه يشتري تيشيرت انجلترا انجلترا المشجع الرسمي 650 ريال جاء قال لي والله يهو عليك خيال شيل انت واشتري معي عندي في البيت 650 ما لبسته باقي ما صار يعني انا والله كنت باخذه بس انا قلت استثمار لا مو بناجح جا قال لي انت جا قال لي انت كوره كل اسبوع عندك تمرين صح اي تروح روح يا شيخ بعدين اول يوم كان في خمتين كان في بشيء 300 الناس اللي عاديه وحقين انجلترا بس هم اللي ياخذونه خامه بدك قلت خذ هذا ما يتفوت بعدين اول يوم انا جاي اول يوم يعني مكوش ميزانيه عزل يا حبيبي تخواخذه جامده 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 والله بعد يومين عيال عشان بقاله اصلا والله اصلا طيب الثانيه طبعا تقييم مانشستر ما فيها جداول ما في لاحظت هذا ما تقول في مول اسطوري ملاهي اسطوريه ما في شيء ما في شيء صح يمكن اكثر شيء خلانا نستمتع اولد ترافورد اولد ترافورد رحنا الملعب شفنا الله شامعه ملعب كذا رهيب خرافي والله ملعب حلو مو برهيب ليفربول كان ارهب اي والله ليفربول كان ودي نروح بس بس عي واحد عي يعني اني منافس الفريق المنافس مين رحنا ضيف من هذا هذا يقول والله ما نروح انا شجع مانشستر ليفربول صور مقطع يوتيوب وانت علي بابا الثالث لا عليك لاني منقهر انا يا عيال وعديني خلاص فواز مصور في فكره عند فواز يا جماعه بيصورها وش هوش الفائده بيصورها حلوه مره بس مي بحلوه مره هنا لان عايش يمكن صار كان حقي العطور مره مي بحلوه هي هناك انا حلوه طيب يا جماعه بما انها حلوه عجبتني انا بس انا بسرقه بس طيب يعني كانت الفكره هي بسيطه لكن الجو حقنا كنا نطقم لبس حق توماس شلبي بيك بلايندرز مصوره هناك بس كل ما هذا قلنا بكره تعبان مشغول او والله ما في مكيف لازم اروح بس ترى في نقطه مهمه كذاب حتى هو اجي اقول له يلا نشتري هذا المحل قدامنا يا اخي احس خلينا نروح ناكل اول شيء احس لا راح ناكل بعدين نقول يلا ابا ايوه 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 لا ترميها على رايد بس انت بعد اعطيكم معلومات صح ولا لا اي راح انا خالي يا عيال خالي ايش دخلك يا اخوي خالي سدريه يقطعوا حق فواز يا قدر مطعم وسخ اسمعني طيب لا اسمعني افتح جدول سفرتنا الاوتلت من اول يوم انت اللي كنت ترفض الروح والله مشوار يثبت عليك كل شيء صار ضدك والله الاوتلت الاول زليت والله انا جاي الاوتلت الروح عشان نشتري له يلبس لا مو بهذا السبب كنا نقول نبغى نروح الاوتلت عشان نروح ناخذ شنطه رايد يا علي بابا هذا اخر يوم اخر يوم فكرت فيه والله كنا نقول الاول نروح هناك تخيل نروح اوتلت بعدين ما نروح ناخذ الشنطه لان قريب منه فقال رايد لا خلوه المره الجايه يلا بسرعه يلا طبعا هو اللي كان ياجل مو بايرك الزبده يعني بعد تمشي ذي فوز بعد وش اطقم هنا طيب يا عيال والله ما عاد تمشي خلاص خلاص بصور مقطع شلون هاي بعدين نتناقش فيه بعدين شباب بكره الحين بعدها بلاك بول زلني انا زلني زين ما ودي احرق عليك بس بحرق عليهم عفوا ما بيحرق عليهم على فكره بلاك بول نبدا من عندكم يلا ابدا صليح كذا امشي بلاك بول يا اخوان اللي فاجأني في بلاك بول النادرة عكس مانشستر تماما ايوه صح شفت مانشستر تدخل تلقى صخب وناس ما ادري ايش بلاك بول لا ما في ولا احد يتكلم ما في احنا نسولف ما في شعبه ما يتكلم الشارع احنا فاضي احنا بس ايه نورس سكوت هدوء صح صح بلاديرة رايقه رايقه اصدمكم بلاك بول 10 من 10 لولا الاكل يعني ايه بلاك بول سافر معك قدر ضخم انا 8 بس اثنين هذه لو في اكل اعطيته من 2 وصار 10 انا اقول لك 8 انت سافر بقدر ضغط 10 من 10 والله طيب اللي خلانا نرفع شباب بلاك بول الفندق الجامد فندق حلو والله يمكن صدق يعني بلاك بول ترى ما في جدول صادق لا لا والله انا قيمها 10 والله 10 اي حق سعه صدر اي استجمع كم تقيمها كم تقيمها شغل مسلسل تقييم يا بلاك بول التقييم النهائي كم 7 8 7 8 زيه 8 8 8 9 وانت 8 بلاك بول
10 والله انا استانست فيها كذاب والله. طيب ليفربول الملاهي حلوه ليفربول ليفربول حلوه ليفربول حلوه ليفربول حلوه تدش مشكله ليفربول 10 والله ليفربول انا اعطيها 10 بس تدش مشكلتها يا اخي احس انه وصلناها بدينا نتعب رايد بدا ينفس ما عنده شنطه هذا ما ادري ايش صح 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 تاخرنا احس عنها تاخرنا ودي اني نازل عليها على طول سيده يلا انطلق صدق صدق ولا جهزنا جدول ترى فل متاحف فل ملاهي فل فعاليات انت انا تايتانيك هناك رحنا اي لو بروح سفره ثانيه اي لو بروح بريطانيا ثاني سفره ثانيه بس مو باوروبا يعني اوروبا لا سفره جايه ايوه وين يعني مكان في جداول لا زي اللي قلتها انت بروح اليوم بكره باني يا عيال يوه انت حلم حياتي ايش انا ابغى اوضحها بس بس هي اليابان ترى اوروبا لو في احد جدولنا ترى بمره مرتب يمكن ترى اللي خلانا ندرس ننبسط انت عندك ناس يضبطون ايوه في جداول لان ترى انت تروح مكان ما حد انت ما حد يدري فيه ترى معليش اوروبا ترى كنا نروح ندور اندونيسيا اول شيء تسكن في قصر صادق تركب دبابات وتركب سفن هذاك لو تستاجر دباب في ليفربول ب 5000 باوند عادي تجربتنا يلا الاخيره حق الجيتسكي ما ادري وش كم الكارتينج كم الكارتينج كانت غويه شوي غاليه والله غاليه انا اذكرها غاليه الشخص كان ب 40 باوند 40 باوند هذه هي ارخص شيء ترى 200 ريال 200 ريال الواحد تقيه والله حلوه ترى لا سعر منطقي معنا بدينا نبحث عيال في ليفربول وده ترى والله بتصير السفره عندك افضل لان ما احنا ما ندري تدري لو مش لو بروح بريطانيا مره ثانيه ما راح اروح مانشستر بس اروح ليفربول مره صح اي اكيد 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 كلم مانشستر مره صح 100% والله ليفربول مره السفره الجايه وين يعني انا والله ما ادري بس ودي اني اروح المكان انا عادي اروح اليابان بس بشرط بدون ضغط ايوه لا عادي عادي في اكل في مطعم هندي يا احسن في مطعم هندي مكرونه واندومي جبن واجبان كيري وحليب بول كل شيء عيش هناك بس ما يضر هناك ناكل اكل ابو عمر ابو عمر كاتسوكاري بيضني لا 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 في شيء في شيء كاتسو دجاج كاتسو محل لحم بعد زي كاتسو في رامن خضار لذيذ كنا اندومي رامن خضار كنا اندومي لذيذ نقدر نعيش والله لا نقدر سمعت سالفه انا على ابو عمر اللحوم والبرجر ايه اللحم انا اقول ستيك اللحوم والبرجر حلو احلى انواع اللحم اللحم الياباني وهي افضل مطعم عندهم اصلا حلال يسوون ابو عمر يمسح قبل هذاك اللي في البرج صح اللي في البرج ياكينوكي ما ادري ايش ياكينيكو بانج اسمه ياكينيكو افضل محل لحم في الدنيا طيب نضرب ضرب تعرف نحن هروش 700 ما شاء الله اي مغلى اليابان ولا بريطانيا لا بريطانيا اكيد لا بريطانيا اغلى من اليابان انت تقول الكلام ده صادق والله صادق ارخص اليابان اليابان ارخص طيب لا 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 والله يا اليابان ممتازه عالم ماريو ايوه هناك الجداول عالم ديزني عالم ديزني انا احب شيء اسمه الكترونيات طوكيو طوكيو نمسك طوكيو احب الالكترونيات نمسك طوكيو بس اسمع الشاشه الله يو اس بي شوف كيف يطلع لك اذن الله حلو هذا لازم واحد يطلع اذن لازم لا في واحده بعد طلع رقبه طلع رقبه فهمت ضيق شوي طيب خذ الاس بي تشتغل تدري شو مشكله اليابان اذا رحت ما تبي ترجع يعني احنا بدينا في اليابان سفرات هذيك 21 يوم فجاه مددنا 27 يوم كش الله قعدتوا شهر يعني 21 وزدتوا فوقها زدنا فوقها ركز معي خلصت كثير والله كثير تدري ان رجعنا ما خلصنا نص الديره ما باقي 60000 فعاليه تدري ان ايش يسمونه شارع حقهم حق اسمه حق ذاك لا لا مو بتقاطع شبويه لا لا يا اخي حق البقرات ايوه 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 لكل محلات بقرات ودنيات زين تدري رحت ثلاث مرات وما خلصته تدري ان اليابان مدينه احلامي حلم حياتي اروح حلم حياتي يقولون عالم ثاني هناك عالم ثاني شغل ثاني كل شيء ثاني حتى الريف حقه تحسب شاشات وكذا انت تحسب بس بسم الله الريف والجبال الخضراء برات اسمع اجواء زينه تطور شعب يخدمك بعيونه بسم الله انا وابو عمر ندور محل ون بيس جينا عند راعي مطعم طريقته ايوه جينا عند مطعم راعي محل كذا مطعم يطبخ تحت قلنا له وين محل ون بيس تتسوى سكر محله الحقوني ويرقابني اصلا صاير لين الدور السابع يشتري عندك يروح ابن هذا محل ون بيس اريجاتو وروح ايه ترى محلك ليش؟ وصف لنا طيب لا يجي معك حلوين كل شيء هذا لا هو بيجب الريف كل شيء عجبني في شطاط ولا ايه لازم شطاط لا الموضوع مهم شطافهم
جو هذا نفس الحق لا ايه سنايبر ايوب ايه كيف تنزل مستحيل والله لا بس ترى نظيف لابعد درجه نظيفين وهي مان فلوس والله سيارات براندات تدخل اقوى براند جوتشي تلقى نصهم يابانيين تكين هناك ما بشعطف شعب يشتري اسمه متفارب يدفع والله انا احسبه متفارب لا شعب يدفع هم ينكرفون هم ينكرفون بس في فلوس ها يدفع طب انا سمعت معلومه رايد رايد بس في مشكله واحده الريف ترى الريف حقهم انا حلم حياتي اروحه لا بس ترى في مشكله بيوت من لا لا ما اروح حشرات حشرات زنوب الخشب اي زنوب الخشب طق 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 توجع ذي يا نبيع ساخنه هذا سجل فيها للي ما قصر احنا لها ينابيع الساخنة يا بوي ما ينابيعهم خليطي لا نبغى شيء حقنا حنا نبغى شيء للرجال بس هيه يدخل بدون شيء لا ما ابغى ما خلاص وش بالبي صح الحبل لا بدون شيء فوطات وسخة قبل لا تدخل ما خلاص ما ابغى ينابيع ها لو رحت طوكيو نتمشى في طوكيو نشتري لنا فقر ونرجع بس ام القرف كذا استغفر الله العظيم خلنا على الكترونيات ناخذ يوسف قصه جنبك لا يا لا انا سمعت معلومه ان ابو عمر رايح مطعم في فطور يا عيال طعم برجر وش فطور ترجم لي من ما حد يفهم فطور يا اخوان العرس البريصي بريصي فطور يمشي فوق وانا اكل اندومي ما اتحمل الصراحه لا هذا ما ابو عمر ترى طعم الفله اي انظر هو ترى هو يحب الاشياء الغريبه ايش هذا ايوه اكلنا اشياء غريبه انا نفستك اليوم تو راجعي من قطار جوعان نفس قال يلا بناكل رز مع بيض ني قلت اسمع بتزود كلمه اقسم بالله لاصفك على راسي بروح اكل من شكشاك برجر لحم دقيت في البرجر لين نعبيت رايح حالي افضل شيء رز بيض ني ليه يا ولد اسمع ورب تجرب ان شاء الله عادني عيال بس ابو عمر هذا عنده كذا هو جو حلو جو كذا هو شوف ترى هو صادق يا اخي لما تروح المكان لازم تجرب اكل بس مو بشكل مبالغ فيه ولا الاكل انا عندي قاعده اجرب كل شيء الا الاكل الاكل اكون لا هو الاكل لا جرب في الاكل بس لا يعني لا يكون خير زبط ما تاكل عادي لا يعني اهدى شوي بس اكل ما اخطبطني بس ترى مصيبه اليابان يعني يحبون الحرام حب كل شيء مو حلال كل شيء هذه معاناه يعني تدري ان الدوله اصلا ما تعتبر لها دين دوله ملحده اصلا ما عندهم اي شيء ما تقول والله اهل الكتاب طريقه ذبحهم لا ولا بوذيه ولا شيء ما ملحدين كفر عيال 66 ما عليه يعني نادر تلقى ان شاء الله نبغى نتمشى احنا هناك يعني ارجع نروح اندونيسيا نفسهم مشخطين مسلمين 90% منهم مسلمين لا خل نروح سنغافوره يمدحونها ماليزيا وين اللي راح سنغافوره ماليزيا واحد نصورها قبل كم يوم رحت مرتين اي بس احس ماليزيا ما تطول فيها يعني حقت 3-4-5 ايام بالكثير لا الاسبوع اسبوع حلوه يقطع ام القهر ايش مره 40 ماليزيا ليه اساس ان اندونيسيا يعني اندونيسيا في حل نروح البوسنه يا اخي مفكك يا شيخ قلابي كاف عرفط كل يوم ذبايح والله ذبايح نعيم والله شغل ايش الزبده عيال انا مو ودي اطول عليكم لازم باذن الله سفره تجمعنا ثاني مره لازم ضروري جدا وبرضه يا جماعه الخير الراعي الرسمي بارز اللي ما جرب مشروب فالكونز الجديد شو اسمه بانش اللي هو اسمه بانش بانش لا فالكونز بانش فالكونز بانش تاريخي ولا تنسوا اللايك والاشتراك اشتركوا بقناة اودي بيدخل مليون ولا بيدخل مليونين وحسابات الشباب اليوتيوب وهنا حساب الكيك وهنا اليوتيوب بعد قربنا وين 600 صح لا 500 نص مليون وهنا بيدخل 100,000 بعد قرب باذن الله وشكرا لمشاهدتكم يا اخوان واعطونا لايك واشتراك نراكم في مجلس رايد اخر السلام عليكم يعطيكم العافيه في امان الله في امان